أدان الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق الانفجار، وكتب البرادعي في تغريدة له على تويتر أن الإرهاب الأسود مدان بكل أشكاله ومهما كانت دوافعه، وأضاف العنف لا يولد إلا العنف، ومجتمع يتسع نحتاج إلى مجتمع يتسع إلى الجميع قائم على العدل والحرية والكرامة، إذن فهو مخرجنا. أستاذ عماد، أحب أعود لحضرتك هنا بالسؤال مرة أخرى. إذا يظهر البرادعي عبر تويتر دائما مع الأحداث اللي بتحصل في مصر، ما دلالة هذه التويتة، وهل هذا الظهور أيضا كان من 6 سنوات مع حدث كنيسة القديسين؟ هل هناك ربط ما؟ هو ما فيش ربط معين، ولكن يعني أنا رسالة بوجهها للدكتور محمد البرادعي، يا ريت يخليه في حاله ويستمتع بقضاء فترته في النمسا أو أيا كانت. هو ما يقوله وما يكرره زي ما قاله الرئيس المعزول قبل كده محمد مرسي، الحفاظ على الخاطفين والمخطوفين، انه بيساوي ما بين في تويته سابقه ما بين من سقطوا من شهداء الجيش في سيناء بالعنف والعنف المتبادل. الدكتور محمد البرادعي سقط من نظر كثير من المصريين او يمكن اغلب المصريين، ويعني يا ريت يخليه في حاله يعني ويتركنا احنا نتعامل مع العنف الموجود من الجماعات الإرهابية. هل في رأيك هذه التويتات مؤثرة بنفس التأثير التي كانت تؤثر به في الشباب عبر السوشيال ميديا من 6 سنوات مضت؟ إطلاقا يا فندم، يمكن أنا من كنت من الناس اللي كنت بتابع تويتاته وشايف إن هو من يعني الرجال اللي ممكن يكون لهم دور في فترة مبارك، لكن حاليا زي ما بقول لحضرتك اغلب المصريين حتى المختلفين مع النظام الحالي او لهم بعض الاراء المعارضه لبعض السياسات الموجوده سقط من نظرهم الدكتور محمد البرادعي، لان من يتحدث عن عنف وعنف متبادل في سقوط شهداء مصريين، ايه العنف اللي عملوه الناس اللي كانت رايحه تصلي، او ايه العنف اللي كان بيعمله جنودنا الشهداء في سيناء؟ نعم، وصلت الفكره، بشكرك. اذا مشاهدينا نذهب بكم الى فاصل ونواصل من بعد نشره المصري اليوم من القاهره والناس.